السلام عليكم اخوتي اخواتي، اهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد ان شاء الله، باش نكملوا على الدورة ديالنا ان شاء الله. دونك في الدرس هذا ان شاء الله غادي نتكلموا على الناف ميش. دونك الناف ميش هو واحد سيستيم جديد خرجته اليونيتي باش تزيد تسهل علينا الامور مزيان في الخدمة ديالنا. هذا الناف ميش هو كيتصنف مع الذكاء الصناعي. دونك بلا ناف ميش كان ممكن اننا نطوروا يعني لعبه بحال هذا الشكل هذا يعني بواحد الصعوبه كبيره، لانه مثلا باش يتبعني هاد الزومبي هذا ويجي لعندي، مثلا انا كاين ورا هاد الحيط هذا هنايا، دونك هو باش يجي لعندي لهنا دونك خصني ندير انا واحد بزاف ديال لي كود اللي كنحسب فيهم الزوايا والمسافه بيني وبينه، وغادي يتم جاي كيجري من هنا، الى درت انا من هنا غتولي المسافه اللي قريبه هي اللي هنا، والاخرى ولات بعيده، وبالتالي خصو يبدل الوجهه ديالو ويبدل الاتجاه ديالو، والوجه ديالو يولي يشوف لهاد الجهه البلاصه فين غادي كيجري. دونك كتكون صعوبه كثيره باش يعني تبرمج هاد الامور هذه، ولكن يونيتي جمعت هادشي كله، برمجت داكشي كله وخرجت لينا واحد اللعيبه اللي سميتها الناف ميش. الناف ميش كتحيد هاد الصعوبات كلها وكتخلي لك الامور ساهله بين يديك. دونك نحاولوا نستافدوا من هاد الناف ميش ونشوفوا كيفاش غادي نخدموا بهاد الناف ميش. دونك انا ديجا عندي، يمكن لكم يعني تيليشارجيوها، ولكن انا ديجا عندي، وغادي نخليه لكم في الليان تحت سميتو تحت الفيديو، وغادي نمشي نجيب الناف ميش، الدوسي ديال الناف ميش ديالي ونحطو مع الاسيت ديالي. اول حاجه غنكليكي على الاسيت، بوطون دروا شو ان اكسبلورر، ندخل لهنا الاسيت وننزل على اليونيتي تمشي في حالتها، ونمشي لي بروجي ديالي الاخرين اللي فيهم الناف ميش. ناف ميش كومبوننت ندير لي كوبي، نعاود نرجع ليونيتي لانني بالخطا مسحت هذاك الدوسي، ندخلو الاسيت ونديرو هنايا كولي، نتسناو ليونيتي تكومبايلي هادشي وتحولو. اذا فوالا تزاد لي واحد اللعيبه هنا سميتها ناف ميش. ناف ميش دات لي هنايا مزيان. دونك الى مشينا للويندوز نشوفو واش جاتني هنايا ناف ميش. عقلتش فين كتكون هنايا، نافيغيشن دي نافيغيشن اجنت فوالا. دونك غادي نجي لهنا الكريات، كريات امبتي غادي نسميها هنايا ناف ناف ميش. دونك هذا هو ناف ميش ديالنا، نافيغيشن نافيغيشن اوك عفوا غادي نجيو لهنايا بوطون دروا
اي نافيغيشن، وغادي نضغط هنا نافيغيشن، وغتزاد لي هنايا هاد اللعيبه هادي ديال نافيغيشن. مزيان. غادي نجيو لهنايا كاين عندي هنا الاجنت، كاين عندي هنايا الباك، نمشيو هنايا للاجنت، عفوا للباك، وغادي ندير هنايا باك. عفوا لا ابجي نا اجنت، دونك خصني نحدد شنو هما الحويجات غادي نجي لهنايا ناف ميش، وغادي ندير اد كومبوننت، نديرو ناف مش موديفاير، ناف مش سيرفايس، اوكي ناف مش سيرفايسز. اذن غادي ندير هنايا باك، غادي نشوف شنو غيعطيني. فوالا، دونك هاد البلايص اللي بالزرقين هنا كيعني بانهم هما اللي يقدر يتمشى فوق منهم الانمي، انمي وبلاير. دونك هاد البلايص اللي بالزرقين هما اللي صالحين للمشي، اما الشي الاخر ما صالحينش للمشي. مزيان، كما كتشوفوا معايا هنا نشوفوا الابواب. الابواب واش مريقله ولا لا؟ دونك لاحظوا معايا الابواب هنايا كاين واحد القطعه صغيره يعني ما كافياش، وبالتالي غنديروا بعض يعني الباراميتراج، غنزيدوا بعض اللعيبات باش يبقى يعني البلاير والانمي يبقاو يدخلوا بسهوله. دونك اش غادي نديرو هنا؟ عندنا هنا الزاويه ديال العلو، نرجعوا لهنا النافيغيشن، عندنا الزاويه ديال العلو هي 45، غادي نحاولوا نقصوا منها شويه. عندنا هنا 75، غادي نحاولوا نقصوا منها شويه. الراديوس الهاي، الراديوس نحاولوا نرجعوها بحال هذا الشكل 0.14، ونرجعوا دابا للانسبكتور، نكون مسيليكسيوني ناف ميش، وندير باك. مزيان. الى هنا في العتبه كاين شويه ديال العلو هنا، وقع هذا المشكل. اذا هاد 22 هادي غادي نطلعوها شويه، 22 هادي نطلعوها ل 36، ونرجعو نديرو باك. اذا نتاكدوا واش الامور ديالنا مريقله مضبوطه ولا لا. هادو هما الدروج اللي بغيتي تطلع لفوق،
فوالا مزيان. اوكي اذا الناف ميش حنا قدينا نطلعوه الفوق كاع نحطوه تما مزيان. نمشيو لعند الزومبي. دابا الزومبي غادي نزيدوه واحد اللعيبه اللي هي الناف ميش اجنت. الناف ميش اجنت مزيان. نمشيو للزومبي وهذا الناف ميش اجنت. غادي نمشيو ل ناف ميش اجنت. غادي نمشيو هنا ونمشيو لهنا باش نعطيوه واحد بحال التريجر هذا نيت بحال الكابسول كولايدر. دونك هذه الناف ميش باش كيحدد هو الى كيجيب من خلال هذه اللعيبه كيجيب المعلومات ديالو عاوتاني. فوالا ننزلوها شويه فوالا بحال هكا مزيانه. اذا نمشيو نجربوا اللعبه ديالنا. ولا ها هو شوفوا اذا هو ما غاديش يتبعني. علاش؟ اذا خصني نقول ليه باش يتبعني. اذا اول حاجه باش يتبعني اول حاجه خصني نعطي راسي لواحد الطاق. يعني انا هو دابا الريغولار كاركتر نعطي راسي واحد الطاق. انا عندي هنا واحد الطاق سميتو تيم 2. تيم 2 نمشي ندير تاغ بلاير. تاغ بلاير دونك اذا باش يتبعني غادي نحتاجو هاد الكومبوننت هذا ناف ميش اجنت. هذا هو اللي غادي نخدمو عليه باش يتبعني. دونك هذا كومبوننت خصني ندخل عليه. نمشي للسكريبت ديال الانمي غادي نقول ليه هنايا بوبليك ولا بريفات ولا ناف ميش ديريكت. نقول له ناف ناف ميش عطانيش ناف ميش ناف ميش عطانيش ناف ميش مهم بيبليك ناف مهم ناف ميش نكليكي في الخوا ونرجع ناف ميش اجنت. بلاتي كيفاش كتكتب بعدا شحال هادي مستعملتهاش. ناف ميش اجنت ناف ميش اجنت وغادي نقول ليها سميوها اجنت. سميوها اجنت وغادي نجيو لهنا اش غادي يقول ليا. غادي يعطيني هاد الاقتراح وغادي يقول لك خصك using unity engine.ai. اوكي سميتها AI يعني الانتيليجنس ارتيفيسيال. انتيليجنس ارتيفيسيال دونك المهم دونك دابا ولات بالاخضر. دونك دابا اليونيتي غيحضر مجموعه ديال لي كود اللي كتخص هذا الشيء باش يتزادوا مع لي كود ديالي ويخدم معايا. دونك في ستار هنايا اش كنقول ليه؟ اش غادي نقول ليه؟
غادي نحتاج واحد الفيكتور، نحتاج واحد الفيكتور، غادي نديرو ليه فيكتور، فيكتور 3، غادي نسميوه مثلا تارجت بوز، تارجت بوز، مزيان تارجت بوز. اكيك تارجت بوز. اذا في الابديت غادي نقولوا ليه غادي نقولوا ليه تارجت بوز، انا غنشرحوا هذا الشيء كامل. تارجت بوز يساوي ترانسفورم دوت بوزيشن، ما معنى هذا الشيء؟ دونك هنا قلنا ليه فيكتور 3 يعني ثلاثة ديال الفلوت، ثلاثة ديال الفلوت فاريبل، واحد غادي يسجل لينا الاكس، واحد غادي يسجل لينا محور ديال الايغريك، واحد غادي يسجل لينا محور ديال الزد. دونك غادي تخزن في الميموار ديال لاباري ديال التليفون ولا ديال الجهاز. هنا غادي نقول ليه هاد الفيكتور 3 اللي هو سميتو تارجت بوز، غنبقاو دابا نعيطو ليه غير تارجت بوز، غنقولو تارجت بوز كتساوي ترانسفورم دوت بوزيشن، يعني كتساوي الموقع اللي راني فيه دابا، يساوي الموقع اللي راني فيه دابا. مزيان. غادي نجيو كذلك غادي نقولو غادي نديرو بوبليك ترانسفورم، غادي نديرو بلاير، غادي نديرو بلاير. اذا تارجت بوز غادي تكون كتساوي بلاير دوت ترانسفورم دوت بوزيشن. اذا كنقولوا ليه هاد التارجت بوز هذا، هاد الفيكتور 3 اللي سمينا حنا تارجت بوز، غادي نحفظوا فيه شنو نحفظوا فيه، شنو غنسجلوا فيه، غنسجلوا فيه الموقع ديال البلاير ديال اللاعب. ها هو تارجت بوز، هذا تارجت بوز كتساوي البلاير دوت ترانسفورم دوت بوزيشن، يعني الموقع فين ما كان يتسجل في هاد التارجت بوز هذا في هاد الفيكتور 3. بما ان الابديت فويد ابديت كيبقى يعاود عاود كما قلنا قبلنا في داك الدرس ديال محمد وسعيد، كيبقى يقول لي سير عند محمد سير عند محمد، كذلك هنايا غادي يبقى يعطيه الاحداثيات فين كاين انا بالضبط. مثلا من بعد ثانيه تحركت انا لواحد الموقع، التارجت بوز غيولي عنده، غيولي مسجلين فيه احداثيات جديده ديال الموقع فين راني في هاد اللحظه هادي. الا تحركت لبلاصه اخرى التارجت بوز غادي حتى هو غادي تمسح منه ديك الاحداثيات القديمه، وغادي تسجلوا فيه احداثيات جديده اللي راني فيها المكان اللي راني فيه دابا. اوكي، هادشي علاش؟ هادشي باش غادي نقولوا ليه اجنت، هادشي كله باش غادي نقولوا ليه اجنت دوت دوت سيت ديستينيشن، وغادي نقولوا ليه دوت سيت ديستينيشن تارجت بوز، تارجت بوز ونديرو ليه هكا. دونك كنقول ليه اجنت دوت سيت بوز سيت ديستينيشن تارجت بوز، يعني الوجهه اللي غتمشي ليها هي تارجت بوز، هي هاد البلاصه فين كاين بلاير. حنا قلنا الابديت كيبقى يعاود هادشي، الاوامر اللي فيه كيبقاو يتعاودو. دونك درنا فيكتور 3 هنا سمينا تارجت بوز، هاد تارجت بوز هادي سميه ديال هاد الفيكتور 3، قلنا ليه تارجت بوز كتساوي المكان الحالي ديال البلاير، واخا كتغير انت من بلاصتك المكان الحالي الاخر هو اللي كيكون مسجل في تارجت بوز. وقلنا ليه هنا الوجهه ديال حنا فين كاين، حنا كاين في السكريبت ديال اليونيتي، كنهضروا سكريبت عفوا ديال الانمي، كنهضروا على الزومبي دابا، دابا حنا كنامروا الزومبي، كنقولوا ليه الوجهه ديالك انت هي التارجت بوز، يعني المكان الحالي ديال البلاير، المكان الحالي ديال البلاير، بلاير دو ترانسفورم دو بوزيشن. اوكي، نمشي نجربوا هذا الشيء نشوفوا واش خدام ولا ما خدامش، ولا درنا شي خطا ولا شي حاجه. اوكي،
غنديرو بلاي وغادي نمشيو نشوفوه واش غيجي عندنا ولا لا. نمشيو نقسمو الطريق معاه. وي انا جاي. دونك مازال ما جايش. علاش ما جايش؟ غادي نشوفو علاش ما جايش. دونك الا مشينا لهنا كيطلب ليا كيقول لي اعطيني الاجنت. هذا الزومبي كيقول لي اعطيني الاجنت واعطيني البلاير. انا مازال ما عطيتهمش ليه. ونقول ليه هاك البلاير باش عقل على بلاصتو. والاجنت كا هي ديالو نيت. كنقول له ها هي. نمشي نجرب دابا. دونك هو جاي عندي دابا. فوالا. مزيان. اذا غادي نعاودو نجربو نوريكم واحد الخطأ عاوتاني. لاحظوا معايا انا غادي نضربو غادي يبقى جاي لعندي واخا هو ميت جاي تابعني. دونك سو ان فوا يموت ميتبعنيش باقي. دونك هنايا كنقول لي هنا تاركيز بوز. دونك هنايا غادي خصني نعطيه نقول لي اجنت دوت اجنت دوت سبيد كيساوي عفوا كيساوي صفر اف. ما معنى ذلك؟ انه كندخل للاجنت تسني كومبايلي يدخل الاجنت وكنقول ليه سير للسبيد. دابا عنده سبيد 3.5 السرعة باش كيتمشى باش كيجري. اذا ان فوا ملي كتجي فيه هذيك القرطاسة كنقول ليه يدخل السبيد دخل الاجنت دوت سبيد يساوي صفر باش ما يبقاش كيجري يبقى في بلاصتو. غادي نشوف دابا. إذن ما غاديش يتبعني دابا ما غاديش يجي عندي لان السرعه ولات منعدمه وبالتالي ما غاديش يتبعني. مزيان. واش خصنا دابا؟ نشوفو دابا سمو غنزيدو نزيدو شي حويجات اللي يكونوا زينين نجربو نبدلو السلاح ولا بلاتي بعدا. غادي نحاولو نمشيو للخشب اي حاجة اللي هي خشب اي حاجة اللي هي خشب نعطيوها واحد الطاق ديال الخشب. دونك نديرو هنايا واحد الطاق جديد هاد الطاق عفوا ندير نسميو هنا مثلا خشب. اوكي نجيو مثلا لهنايا بوكس كدا تلفة. دونك هادو كلهم نعطيهم واحد الطاق ديال الخشب وكذلك لونفيرونمون الثانية تال هنا هذا بلان البلان لا ما نديروش ليه
وقعدو تاهما نعطيهم واحد الطاك تاع خشب. نمشيو للانفيرونمون الثالثة، وكلا لاحظتو معايا كاين واحد الخطأ، هاد البلون راه معاود بزاف المرات، خص يكون غير واحد. دونك هادوما غادي نعطيهم الطاك نتاع خشب. دونك هاد البلون هادو واخا حيدناه بقى لان كاينين ثلاثة، دونك غادي نمسحو هذا و غادي نمسحو هذا و غادي نخليو غير هاد البلان هذا اللي كاين هنا فقط. مزيان، علاش عطيناهم الطاك ديال الخشب؟ بغينا الى القرطاسة قاصت الخشب تنوض فيها مثلا، هذا مثال. دونك غادي نمشي نجيب انايا، نمشي نجيب دي بارتيكل سيستيم ديجا كاينين عندي، حتى هما ديال اليونيتي جبتهم من لاسيت ستور. غادي نخلي لكم اللين ديالهم تحت الفيديو. دونك فين كاينين عندي؟ بارتيكل سيستيم فوالا هما هادو. نمشي نجيبو هاد الإفي هادو كوبي كوبي، غادي نمشيو ليونيتي ديالنا، نمشيو للأسيت بوطون دروا شو ان اكسبلور، ندخلو للأسيت ونديرو هنايا كولي. فوالا نتسناو هادشي تكومبايلو. مزيان، مازال فوالا حنا جبنا هاد الإفي إفي إكزامبل. كاين هادو ديال البلود، بلود يعني ديال الدم. دخلو البريفاب شوفوهم كيفاش دايرين. فوالا الدم كاين، هادي نديروها لوبين باش تبان لينا. فوالا بحال هاد الشكل هذا. مزيان، عندنا بزاف د الحويجات هنايا. المهم حنا غادي نحتاجو دابا الدم، غادي نحتاجو العافية. دونك عندنا لي بريفاب هنايا ديال العافية، دونك عندنا هادي ديال العافية، كاين هادي كاين هادي دونك هادي هي اللي غادي نديروها للخشب.
هذا غير الدخان، هادي غنديروها للحيط. اذا فكرتوني غنمشيو للحيط للسور، دونك السور كامل داكشي ديال السور درناهم فواحد الدوسي هذا وسميناه سور. اوكي، اذا هادشي اللي لداخل كامل هنايا غنمشي نديرو ليهم واحد الطاق، نديرو هنايا اد تاغ، ندير واحد تاغ جديد نسميوه مثلا صور. نرجعو قلنا نسيليكسيونيو هاد الصور كاملين ونعطيهم تاغ ديال صور. دونك هادشي علاش كنديروه؟ باش نديرو بحال هاد الفويد هذا ديال اون تريجر انتر، الى دخل اون تريجر انتر الى دخل يعني كولايدر واحد شي واحد اخر، الى دخل شي واحد اخر، الى كان سميتو الصور، فهمتيني؟ هادشي غنقول نديرو على الصور، نديرو سكريبت على الصور، نقول الى دخلت قرطاسه عليك ولا القرطاسه الى دخلتي على الصور دونك طلق لي العافيه، وهادي كدا الى دخلتي على انسان على انمي غادي يطلق لي الدم الى غير ذلك. المهم غادي تمشيو معايا دقه دقه ونشوف هاد الامور هادي مزيان. دونك صور عطينا هنايا في الطاق صور مزيان، قلنا هذا هادي غادي نديروها للصور مزيان. غادي نمشيو للريغولير كدا سلاح ويبون، هذاك الويبون اش عندو؟ مشيو لي زيفي، مشيو لها هايت سموك اللي هي القرطاسة. دونك هاد هايت سموك غادي نكليكيو عليها، نديرو اوبن بريفاب مزيان. دونك نزيدو ليها هنايا واحد الكود، هي اصلا كاين عندها واحد الكود هنايا سميتو تايمر تايمد. دونك يعني هاد التايمد هذا نمشي نحليناه باش نشوفو شنو فيه. اش كيقول هذا؟ يعني كيقول لها في البداية ديالك مني تبداي من بعد واحد العشرة ثواني تغبر تمشي ديستروي ديستروي جيم اوبجيكت لايف تايم. لايف تايم هو هذا، هذا فلوت واحد متغير كيساوي عشرة ديال الثواني، وملي كتبدا اللعبة كيقول له يعني هاد الرصاصة تموت من بعد عشرة ديال الثواني تموت. اوكي مزيان، حنا غادي نمشيو نديرو ليها سميتو، غادي نديرو void وغادي نقولو ليه in عفوا on trigger enter collider other. حنا اصلا عطينا الكولايدر، هي هادي ولا لاحظتو معايا؟ عطينا الكولايدر ها هو، غادي نديرو ليه دابا نديرو ليه is trigger وعطينها الريتش بودي، والسكريبت غادي نخدمو هذا نيت بلا ما نخدمو في واحد اخر مزيان. دونك غادي نرجعو لهاد السكريبت هذا ديال timed object destroyed. قلنا في الاون تريجر اون تريجر انتر كاين الكولايدر اللي هو هذا اللي هو حنا او لا هي، وكاين اذر يعني الشخص الشيء الاخر اللي غيصطدم معاه. دونك الرصاصة عندها كولايدر والشخص الشيء الآخر اللي غيصطدم معاها. دونك غادي نديرو إلا كان صور ها شنو يوقع، وإلا كان خشب ها شنو يوقع. دونك غنديرو هنا if other دوت كومبار تاغ دوت كومبار تاغ، غادي ندير نفتحو القوسين. هاد الشيء اللي خصكم تعقلو عليه، ماشي شي حاجة كثيرة. إلا كان صور غادي نديرو الشرط ديالنا هنايا، وغادي نفتحو هذا نيت كذلك، وغادي نقول الا كان هنايا خشب كتبناها هكا خشب على ما اظن، غادي يكون هذا الشيء هنايا. اش غادي يكون؟ اش غادي يكون؟ غادي يكون الا كان صور غادي يكون
الى كان صور شنو قلنا قبيلة؟ لا مشينا هنا، الى كان صور قلنا غادي نديرو هادي هادي مزيان. اذا غادي نجيو لهنايا، هاد الشيء هذا عندما نديرو بيه تحيد، نجيو هنايا لتحت هاد التوقيت هذا وغادي نديرو بوبليك، وغادي نديرو جيم اوبجيكت، وغادي نسميوه صور افكت، غنسميوها صور افكت. وغادي نجيو تحت منها كوبي، وغادي نديرو هنايا خشب افكت مزيان. غادي نسجلو هادشي ونمشيو لهاد السكريبت. هاد السكريبت اللي قلنا حنا فين كاين؟ لا عقلتو معايا فين كاين السكريبت ديالنا اللي كنهضرو عليه؟ دونك غادي نمشيو للسلاح، نمشيو للافي هايت سموك. دونك هنا فين درنا حنا السكريبت ديالنا اوبن بريفاب، وهذا قلنا غادي نخدمو غير على هاد تايم اوبجيكت ديسترويد. ها هو كيقول لك دابا عطيني هاد الافي ديال الصور، عطيني هاد الافي ديال الخشب. مزيان، غادي نمشيو لهنايا بريفاب. دونك قلنا هذا هو اللي غادي نعطيوه ديال الصور، غادي نسدو هنا باش ما يمشيش ليا، هذا يبقى هنا. نمشي نشوفو ديال الخشب، شي واحد ديال الخشب هذا غير دخل. هذا واش كاين هنا؟ بلينا والو. يو اي ما بان لينا والو تما. كاين هادي، كاين هادي، كاين هادي. كاين شي حاجة أخرى؟ نرجعو لهنايا ونزيدو واحدة أخرى كوبي، ونديرو هنايا صور افي دو، صور افي دو. كيما شفتو معايا واحد اللعيبة هنايا بانت لي زوينة، تاي نزيدوها مع هادي. دونك دو ديال الدم، غادي نزيدو واحدة أخرى عاوتاني إلا تلقى مع الإنمي، إلا تلقات هاد القرطاسة مع الإنمي. نديرو هنايا إنمي، إنمي إفي إلا تلقص مع الإنمي. دونك نرجعو نمشيو فين كنا هنايا قلنا، المهم نجيو غير هنا ونديرو هايت هي هادي. دونك كيطلب لي صور افي دو، كيطلب لي صور افي دو، كيطلب لي ديال الخشب. ما عقلتش السمية ديال هاديك ديال الخشب، المهم خصنا نحاولو نعقلو عليهم. دونك هكا بريفاب ديال الخشب، ياه
طونك ديال الخشب فين هي؟ قلنا هي هادي بارتيكل افي، فلام بارتيكل افي، فلام بارتيكل افي رايت. نديرو هنايا فلام، فلام بارتيكل افي، هادي هي ديال الخشب، هي وكاين ديال الانمي بلود، بلود بلود ستريم افي. نديرو هادي نشوفو واش هي ولا ماشي. فوالا، ونرجعو ل قلنا نشوفو هاديك بعدا ديال الصور. المهم خلي ديال الصور من بعد، درنا وحدة ديال الصور بركة مزيان. دونك هنا قلنا إلا كان آذر، إلا كان الشيء الآخر هو صور، يعني عنده الطاق ديالو صور، الطاق ديالو هو صور، واش غادي نديرو هنايا؟ غنديرو انستنشيات، نديرو انستنشيات بين قوسين، انستنشيات غادي نديرو صور افي، انستنشيات صور افي الفاصلة، انستنشيات صور افي البوزيشن فير، فين البلاصة فين غادي تخلق هادشي. كنقولو انستنشيات يعني خلق لي، خلق ليا شنو غيخلق؟ غيخلق هاد الصور افي اللي جبناه هنايا، هذيك العافيه اللي قلنا اخترناها الى تضرب مع قرطاسه مع الصور، هي هادي سميناها صور افي. دونك شنو غيتخلق؟ غيتخلق صور افي، المكان فين غيتخلق؟ غيتخلق في اوذر دوت، اوذر دوت ترانسفورم دوت بوزيشن، في المكان مع اللي يتلقى مع الاخر. اش ناخر نديرو هنايا كواترنين، يعني البلاصه يعني فين كيشوفوا داكشي، نديرو كواترنين، كواترنين دوت ايدنتيتي، دوت ايدنتيتي هكا. دونك هادي الى تلاقينا مع الصور، نمشيو نشوفو نجربو هادي ديال الصور بعدا واش خدامة ولا مخداماش. فوالا، دونك كتبقى تعاود الى لاحظتو معايا، سي باقيين كيتعاودو هادوك اللي ملاه، مخصهمش يتعاودو. سير نتا حيد، دونك خص مرة واحدة يدارو صافي ميتعاودوش. دونك بريفاب، واخا نمشيو نعمرو الاخرين بعدا. الا تلاقى دابا مع الخشب اش غادي نديرو؟ كذلك غادي نديرو انستنشيات، ولكن ما غاديش نديرو الصور افي، نديرو ديال الخشب، خشب افي. فينا بلاصه؟ في البلاصه فين تلاقاو اوردر دو ترانسفورم دو بوزيشن كواترنين دو ايدنتيتي. نشوفو مع الخشب شنو غيوقع. دونك نخدمو هادشي، نشوفو مع الخشب شنو يبقى. دونك نوض فيه العافية، دونك هذاك ما عجبنيش هذاك العافيه ديال سميتو.
هذه وول فلام، هذه هي اللي بغيت انا اللي نديرها مع الخشب، هذه هي اللي بغيت وول فلام. وول فلام مزيان. وول فلام دونك غادي نمشيو ل هايت ويطلب لي هنايا دونك هذيك ديال الخشب غنعطيه وول فلام. وول فلام لقيت عاك كيفاش مكتوبه، وول فلام ورا هي هادي، غادي نحطوها مع الخشب. وقلنا غادي نزيدو الاخرى ديال الى القرطاسه جات في الانمي هادي، دونك غادي ندير واحد اف واحده اخرى، وغادي خصنا هنايا الطاق ديال الانمي. نمشيو لعند الانمي نعطيوه طاق، دونك ما عندوش طاق هنايا، غادي نعطيوه طاق انمي. نرجعو دابا للسكريبت ديالنا، دونك الطاق اللي غنعطيوها هو انمي، ونقولوا لي هنا استنشيات انمي افكت فوالا. وغادي نجربو دابا مع الانمي ومع الخشب اش غادي يوقع. مزيان، دونك تسناو الانمي يجي. دونك الدم ما بانش مزيان، دونك هادي مزيانه، خصنا غير نحيدو هادوك اللعيبات. دونك هادشي راه كيبغي شي شويه ديال الصبر. البلود لا هادي ادوار كتاكداشي، دونك فين هو الوار؟ الوار هو هذا، نحيدو هاد الوار. مزيان، ورجعوا دابا نجربوا. فوالا دونك شنو اخر بقى لينا؟ بقى لينا ديال الصور على ما اظن، هادي الصور ما حطيناهاش. نمشي نشوفو ديال الصور اللي اختارنا قبيله، طورش الريبون هادي ما عرفتش علاش ما كتبانش. ها هي هادي سموك سمول، هادي ديال الصور سمول اكسبلوزيون افي، سمول اكسبلوزيون افي. دونك سمول اكسبلوزيون افي، سمول اكسبلوزيون افي هي اللي غادي نديروها مع الصور. ديجا كاينه عنده. هادي خصنا دابا الاصوات باش تكون الامور مضبوطه، باش تكون الامور مضبوطه اصوات. وفي الحقيقه هادشي ولا ماشي مشكل. دونك غادي نديرو هنايا بوبليك، بوبليك غادي نديرو
قبل ما نديرو بوبليك غادي نديرو سورس، عفوا اوديو سورس، غادي نسميوها سورس. كنا هضرنا عليه هذاك النهار، يعني الشجالة ديال الكاسيطة. دونك اوديو سورس هي الشجالة اللي بغيتي تقول. دونك وغادي نديرو هنايا بوبليك، بوبليك اوديو كليب. الاول غادي نسميوه سورس اند، يعني الصوت ديال القرطاسه ملي تجي مع الصور. والثاني غنديروا ليه بوبليك كذلك، بوبليك اوديو كليب، وغادي نسميوها صور عفوا خشب ساند. والثالثة بوبليك اوديو كليب، غادي نسموها انمي ساند. مزيان. اذا منين يتلاقى مع الصور واش غادي نديرو؟ غادي نديرو source dot play normalement play one shot. هي هذيك دوت بلاي وان شوت. وغادي نديرو بلاي وان شوت، وغادي نديرو دونك حنا فين كاين في الصور، غادي نديرو صور سند، صور سند واحد الفاصلة، وغادي نديرو جوج اف، ونسدو سينو كولون. علاش عطتني بحال هاد الشكل؟ فوالا بهاد الطريقة هادي هي اللي صحيحة. كوبي غادي نديرو الأخرى هنايا، ولكن هادي غادي تكون فيها، هادي ديال الخشب غادي تكون فيها خشب صوند. وغادي ندير واحدة أخرى هنايا، وغادي ندير فيها انمي ساند. وغادي خصنا نمشيو نجيبو الكليبات. مزيان، خصنا نمشيو نجيبو الكليبات ونحطهم في الدوسي ديالنا ديال الساند. غنمشي نشوف انا كاين عندي شي كليبات هنا زومبي كاين. شو هاد الصوت هذا؟
علاش علاش دونك غنمشي ندي هاد الصوص. المهم حنا دايرين غير درس، يعني خصني نحاول ما نتعطلش عليكم باش ما يكونش الفيديو طويل. ما عارف فين درت الاخرين. انا غادي نقطع الفيديو ونقلب على الاصوات ديالي بشويه. اذا هادو هما هادو هما الاصوات اللي جبت. غادي نديرو في الوفاه ديال الزومبي، غادي نديرو فاش غادي يخرج الدم، غادي نديرو العافيه، وهذا غنديرو الى جات القرطاسه في الصور. اوكي دونك بوليت كدا، هادي الى جات القرطاسه في الصور. الصور ساند ديال الخشب، كامب فاير كدا، هادي ديال الخشب، وهادي ديال انمي ساند. غادي ندير فيها هادي. اوكي وغادي نزيد وحده الى مات. هذيك ما عنديش، انا عندي في هنايا الى مات. هذيك عندي هنايا، دونك هذيك هنايا غادي ندير سورس. المهم خلينا نجربو بعد هذا الشيء، نسجلوا هذا الشيء ونمشيو نشوفو. دونك الاصوات ما كايناش، لاننا درنا واحد الخطا. درنا واحد الخطا لان بعد 10 ديال الثواني، هذه بعد 10 ديال الثواني هذا الجيم اوبجيكت كيموت، وبالتالي الاصوات كيمشيو فحالاتهم. هذا هو الاشكال اللي كاين. او لا 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 لا، كاين مشكل اخر ماشي هو هذا. مشكل ماشي هو هذا، نحاول نشوف مناش. احنا فين كنا؟ كنا في الهايت. دونك خاصنا هنا اوديو سورس، يعني داكشي اللي قلنا داك النهار السجاله ما تسجاله. دونك اوديو سورس هي اللي خاصتنا، ونمشيو نخدمو دابا. هادشي ما خدامش، علاش؟ نسينا واحد القضيه هنا. دونك سورس خصنا نعرفو بسورس. سورس كتساوي جيت كومبوننت، كتساوي جيت كومبوننت اوديو سورس. اوديو سورس
اوكي لا اوكا سيني كورون حيت قلنا غير سورس وما عرفناش بيها، وقلنا ليه سورس هو دخول الكومبوننت ودخول على اوديو سورس ديك الشجرة. سمعتيها دابا؟ سمعوا معايا الصوت خدم شوية ومشى. علاش؟ لأن عندنا هنا في الكود، هذا الكود هذا من بعد 10 ثواني كيموت، والصوت كيموت معاه ما كيكملش. هذا هو الإشكال. دونك هاد اللعيبة ديال الخشب اي ما خصش يكون هنايا، الاوامر ديالها ما خصش يكونوا عندها هنايا، خص يكونوا في جهه اخرى. اوكي مزيان. دونك فين غادي نديرو هادي ديال الخشب؟ هادي ما خصش يكونوا هنايا. مزيان. دونك كاين بزاف ديال الاقتراحات اللي ممكن نديروهم. الانمي ما عنده علاقة. خشب دونك خشب الى درنا ليه هذا الكود يعني كتير. واخا نجيو لهنايا السكريبتات، نديرو واحد الكود اخر نسميوها مثلا خشب ساند. المهم خشب، هاد الكود هذا غادي نحطو على الخشب كله. وغادي نمشيو نحلو هاد الكود ديالنا ونمشيو للكود ديال القبيله، نجيبو هاد الاون تريجر انتر كوبي عفوا، وندخلو لهداك السكريبت ديال الخشب ونديرو هنايا فويد اون تريجر انتر. دونك هذا ديال الصور غادي نحيدوه، هذا ديال الانمي غادي نحيدوه، وغادي نخليو غير هذا ديال الخشب، ديال الخشب بوحدو. مزيان. وغادي نجيو لهنايا وغادي نديرو بوبليك جيم اوبجيكت، وغادي نديرو عندنا هنا جوج حوايج، عندنا الساند ماشي الساند، غنديرو خشب افي، خشب افي، وكذلك الصوت، صوت خشب ساند كوبي كولي، ولكن هنا خص تكون اوديو كليب. اوديو كليب وغادي خصنا نديرو هنايا واحد الاوديو سورس بريفات، اوديو سورس غادي نسميوها سورس كيما درنا قبيله. غادي خصنا هنايا هاد الفويد ستار، فويد ستار، وغادي نديرو فيه سورس، سورس كتساوي جيت كومبوننت اوديو سورس. اوكي وهنا قلنا سورس بلاي وان شوت طن طن طن. دونك هنا غادي نديرو اكثر، غادي نديرو واحد
عشرة ثواني ولا ستة ديال الثواني. اوكي، ولكن هذا الكود فين غنديروه؟ دونك هذا الكود هذا فين غادي نديروه؟ خشب استنشيات كذا كذا كذا. دونك العافية كتبقى خدامة، ولكن غادي نمشيو لهاد وول فلام، هو بنفسه هذيك العافية، وهي نديرو عليها الصوت ونديرو عليها السكريبت ديالها. اوكي، دونك هاد الوول فلام من اللي غادي تخدم، من اللي غادي يخدمها لينا هاد السكريبت هذا، من اللي غادي يخدمها لينا هاد السكريبت هذا. خشب كدا الساند نحيدوها من هنا، ندير ليها انستنشيات وتبدا تخدم. الساند ديالها فين هو الساند؟ خشب الساند هو هذا، غادي نحيدوه ونمشيو لهاد هاد شنو هي هاد وول فلام، يعني هاد العافيه هادي هي اللي غنديروا ليها الكود ديالها. غادي نجيبو داك الكود اللي درنا قبيلات سكريبت خشب ونحطوه فوق منه، ونمشيو نديروا ليها اشنو، نديروا ليها ريتش بودي كينيماتيك، ونديروا ليها قلنا بوكس كولايدر، بوكس كولايدر تريجر لا ما غاديش نحتاجو هادشي، انا راه مسطي، راه درناه هادشي، راه درناه هادشي، راه درناه. سمحوا لي الاخوان راه تخربقت، هادشي راه درناه هنايا والعافيه صافي خدامه دابا، ما غاديش نحتاجو داكشي كامل. اللي غنحتاجو هو ان الساند، الصوت، الصوت يخدم. وغنشدو هذا وهاد الصوت نديروه في البدايه من تبدا العافيه. اما هاد الاون تريجر انتر الى دخل عليك شي حاجه، هادشي راه درناه، درناه هنايا. دونك ملي كتضرب قرطاسه، قرطاسه حنا كنقولوا هنايا انا عندي كولايدر، دونك كنهضروا دابا هنايا على قرطاسه، قرطاسه عندها كولايدر ديالها. وكاين هذا اذر شي حاجه اخرى، كنقولوا الا كانت شي حاجه اخرى صور، يعني خلق ليا صور ايفي، صور ايفي هو داك العافيه اللي غتضرب في الصور، والبوزيسيون فين غيتخلق هي المكان فين تلاقى، فين تلاقى هذاك الشيء الاخر مع الصور، يعني قرطاسه مع الصور. وهنا يعني هذا غير سميتو الكواترنير، ماشي شي حاجه، يعني الروتيشن هانيه، يعني منعدمه هنايا. وهنا كنقول لي خدم لي هذا الصوت هذا ديال الصور. بالنسبه للخشب كذلك قلنا لي هنايا الا تلاقات هذه القرطاسه مع اذر، واذر هو الخشب، دونك خلق لي الخشب كذا 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 كذا. دونك خشب افي ها هو ديجا كاين، دونك العافيه ديجا كاينه. دونك حنا غنمشيو دابا للسكريبت اللي غنديروه على العافيه مزيان، وغادي نقولوا ليها يعني ان فوا تبدا العافيه يبدا هذا الصوت، يبدا هذا الصوت شحال، نديروا ليه 10 ديال الثواني. اوكي، يبدا 10 ثواني، ومن بعد نديروا ليه ديستروي، نديروا ليه ديستروي جيم اوبجيكت، ديستروي جيم اوبجيكت، ونديرو فاصله ونديرو 10 ديال الثواني كذلك. ما معنى ديستروي جيم اوبجيكت خلال 10 ثواني؟ يعني مسح هاد العافيه، ما بغيناش العافيه تبقى تما وانت غتبقى كضرب هكا كضرب وتولي ديك القلعه كلها عافيه، والبورتال غيبدا يتقال، فهمتي؟ دونك خلال 10 ثواني طفى هذيك، وانت غتشعل وحده اخرى وتشعل وحده اخرى، وهذوك الاولى كيطفاو باش يعني باش نخلقوا شويه ديال لاكسيون صافي، ماشي شي حاجه. اوكي، دونك شنو طلب ليا هنايا؟ طلب ليا هذا ديال الخشب، قلنا ما عندنا ما نديرو به، حنا محتاجين قلنا غير الصوت، مزيان هو قلنا حنا محتاجين غير الصوت، الصوت نحيدو الخشب افي ونخليو غير الصوت، الصوت ديال الخشب فقط، مزيان. خلال 10 ديال الثواني غادي ديك العافيه غادي تمسح ما تبقاش. دونك غادي نرجعو نستناو كومبايلا، غادي نحاولو نجربو دابا.
دونك هاد المشكلة كنقول شو نشوفو دابا الخشب. هي كتشعل من الداخل وما كتشعلش هنا، ما عرفتش. ولكن الصوت ما كاينش، غادي نشوفوا علاش الصوت ما كاينش. اذا ما كاينش الصوت ديال الخشب، عرفتش علاش؟ غادي نديرو هكا، غادي نديرو هنايا وول فلام. نشوفوا بالضبط اش واقع. دونك نسينا هنا نديرو اوديو سورس كما كنساو دايما، دونك هادشي ضروري، ما يمكنش ما تغلطش. الاصوات كثيره كتعاود بزاف وكتصوت، خصنا مره واحده يخدم فقط.
فوالا الاخوان، دونك باش ما نطولش عليكم، حليت المشكل. دونك واش درت هنايا؟ دونك في هاد السكريبت هذا ديال الخشب، درت هنايا واحد الانتيجر سميتو اندكس فاير، درتو بوبليك وعطيتو ستاتيك. بوبليك ستاتيك يعني ستاتيك يعني كيحسب ما بين لي كود كاملين، يعني اي كود يمكن يدخل ليه بوبليك، اي كود يمكن يدخل ليه وكتعتبر ستاتيك، يعني كيجمع الحسابات مزيان. دونك هذا الكود هذا حطيته هنايا في ديال الخشب، ومشيت لهذاك ديال هذا اللي كيطلق العافية في الخشب. دونك قلنا هنايا الى، دونك هذا كيهضر على الرصاصة تايم اوبجيكت ديستروي، هذا كاين في داك الهايت الى عقلتو، هذاك الهايت اللي قلنا هايت، وهذا ديال الرصاصة كنا درنا عليه كود الى عقلتو، هو هذا وهذا الكود. دونك هذا الكود كيهضر على الرصاصة، الرصاصة عندنا كولايدر، وكاين هنا اذر شي حاجة اخرى. دونك نقولو هنا الا كانت شي حاجة اخرى يعني دخلات على هذا الكولايدر ديال الرصاصة، يعني تقيسوا مع بعضياتهم، وهذه الحاجة اخرى كان سميتها الصور، دونك انستنشيات خلق هذيك العافية اللي غنلصقوها مع الصور فينا بلاصة في اوردر دوت ترانسفورم دوت بوزيشن، يعني في المكان ديال الالتقاء ديال الاوردر، يعني الشيء الاخر اللي هو الصور مع الرصاصة مع ترانسفورم دوت بوزيشن. وهنايا اللي يعني يعني الدوران ديال سميتو يعني منعدمه كواترنين، يعني كما نقول الروتيشن. ودرنا هنا الصوت ديال هذيك الرصاصه ملي غتلقى مع الصور، درنا سورس دوت بلاي وان شوت سورس سنت، قلنا هو هذا سورس سنت، الصوت ديال الرصاصه ملي تقيس الحيط. دونك هادو هما الاصوات كيتسموا فيديو كليب اوديو كليب، والاوديو سورس هي الشجاله اللي كنديروا فيها هاد الكاسيتات، هاد الاصوات. اوكي مزيان. دونك وقلنا كذلك الا كان اذر، الا كان الشيء الاخر اللي تلقى دخل تلقى مع القرطاسه، الا كان الطاق ديالو خشب، دونك غادي تخلق العافيه ديال الخشب في المكان ديال الالتقاء ديال القرطاسه مع الخشب. والدوران قلنا يعني منعدم، وهنا في هذه البليصه هذه كندخلوا على هذاك السكريبت ديال الخشب، على هذاك اللي درنا داك الاندكس فاير اللي درنا انتيجر، كندخلوا عليه وكنزيدوا ليه واحد بلس بلس، هي يعني زائد واحد. اوكي مزيان. دابا هو في الاول كان صفر، يعني ما كناش محددين، يعني كان صفر اللي ما محددش يعني صفر، ولكن ان فوا كتطلق العافيه الاولى كيتزاد عليه من هنا، من هذا الكود هذا كيتزاد عليه زائد زائد، دونك كيقول لي كيساوي واحد. عاوتاني كتطلق العافيه الثانيه كيولي يساوي جوج، كتطلق العافيه الثانيه الثالثه كيولي كيساوي ثلاثه. مزيان. جينا هنا ستار سورس اللي هي الشجاله، قلنا ليها فين كاينه، يعني كتساوي جيت كومبوننت، يعني دخل لي كومبوننت واختار لي الشجاله. وهنا تحت منه كنقولوا اف الا كان هاد الاندكس فاير كبر من واحد، يعني راه طلقت العافية، حيت هو في الاول كان صفر، يعني نقدروا نديرو هنايا يساوي صفر في الاول، فهمتيني؟ واخا ما ديرش، يعني كتعتبروا الكود كيعتبروا بلي راه كيساوي صفر حيت انت ما حددتيش. دونك الا كان كبر من صفر، كبر من واحد، يعني العافية راه طلقات، فهمتيني؟ حيت هو كان صفر ما محددينش يعني صفر، ولكن هنا فيه بلاس بلاس، يعني فوقاش ما طلقت العافية يزيد واحد، دونك تطلق العافيه الاولى غادي يولي كيساوي واحد، تطلق العافيه الثانيه من هنايا غادي يولي كيساوي جوج. دونك حنا قلنا ليه هنايا الا كان الاندكس فاير كبر او يساوي واحد، يعني جوج ثلاثه اربعه، يعني هي الصفر لا، دونك يعني راه كاينه عافيه، وبالتالي طلق ليا هذا الصوت ديال العافيه، هذا هو اللي قلنا ليه. وبعد 10 ديال الثواني حيد لي هذا الشيء كله، حيد لي هذا الخشب هذا كله، هاد هاد العافية حيدها ليا، هادي القرطاسة عفوا اللي كتكون غادية غادي تحيد. دونك هذا
عفوا فين حطينا هذا ديال الخشب؟ ماشي هنا، حطيناه على الوول، الوول فلام حطينا هنايا. اذا كنقولوا ليه من بعد 10 ديال الثواني دونك حيد لي هاد العافيه صافي تمشي، حيت ما بغيناش تبقى يعني الانسان كيطلق في العافيه، يطلق 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 وتولي القلعه كلها عافيه، وبالتالي الرام غادي تولي شويه مزيره والتليفون غادي يبدا يعني يتزير شويه. هذا هو اللي كاين. دونك غادي نجربو دابا باش ندوزو للمشكل ديال الصور. اوكي دونك هي باقا كتعاود، راه غادي نحلو ليها المشكل ديالها. دونك لحظة هنا الصوت دابا ما معيقش ماشي كيما قبيله. نرجعو دابا للمشكل الاخر اللي عندنا، هو منين كيتلقى الصوت مع الصور، مع الصور هنايا. وكنمشيو اش كنخدمو، كنخدمو الصور ساند. الصور ساند هو هذا. اوكي مزيان. دونك السكريبت محطوط فين؟ فوق القرطاسة اللي سميتها الهايت. نمشيو للهايت هو هذا. اذا الصور ديال القرطاسة، الصوت ديال القرطاسة هي صور افي هو هذا. ها حنا لقيناه، غادي نمشيو ندخلو ليه. دونك هو هذا كيبقى يتعاود مزيان. غادي نحلو هاد البارتيكل سيستيم هذا ونشوفو علاش كيتعاود، حيت هنا دايرين ليه لوبين لوبين. غادي نحيدو هاد اللوبين من هنا وغادي يبقى يخدم مرة واحدة. لايت هادي لوبين، لايت لوبين، الفاير لوبين. دونك هادشي غادي تحيد. كذلك هنايا هاد الربعة نديرو ليها واحد فقط، واحد يعني ثانية وحدة ويحيد. اوكي مزيان. نمشيو نشوفو دابا واش تحل المشكل ولا مازال. عفوا نطلقو اللعبة ديالنا من هنا. اوكي نحاولوا نديروا واحد اللعيبه اخرى من غير هذيك. دونك عندنا بيك سمول، عندنا هذا، عندنا هذا وهذا وهذا وهذا. داك الاخر فين خليناه؟ بريفاب هذا. دونك سبارك افي، سبارك افي. اذا غادي نرجعوا ل فين كنا، كنا في الهايت، الهايت. دونك الصور غادي نديرو ليه سبارك افي حسن. سبارك افي، سبارك سبارك افي فوق الصور. نمشيو لهاد سبارك افي. دونك نديرو ليه هنايا واحد، نحيدو هاد اللوب. واحد نحيدو هاد اللوب، واحد نحيدو هاد اللوب. نمشيو نجربو. اذا كاين شي مشكل في مكان الالتقاء، كاين شي مشكل. دونك الصور، اوردر تاع ترانسفورم بوزيشن.
sont ici, order, de temps sont de position. بقى لينا ديال الدم، ما درناش ديال الدم، دونك غنحاولوا نديروه دابا. نيت نصور هادو ديال الاصوات، انمي افي، انمي افي خصنا نديرو فيه ديال البلود، ما درناش. دونك غادي نمشيو للانمي افي، الهايت هايت. دونك انمي ساند، انمي افي، درنا فيه هادي، غادي نديرو فيها الاخرى وغادي نشوفو. باقي كيتعاود، مخصوش يتعاود. سبارك وكلوب تحيد. دونك الدم ما كيخرجش من البلاصه اللي وكاين مشاكل ديال فوالا، كاين مشاكل، المشاكل هادي فين نحلوها؟ ترانسفورم دوت بوزيشن. كوتر نيم غادي نديرو هنايا اذر دوت اذر دوت خليو هكاك نورمالمون. هادي ما عندنا ما نديرو بيها هادي دوت ايدونتيتي. اوكي رحنا قرابين دابا لجوج سوايع هادي. اذا الاخوان باش ما نطوروش غادي نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله في الدرس الجاي. غادي ندير واحد الطله دابا على شو درنا. هادشي اللي درنا دابا في الاخوان في الحلقه الجايه ان شاء الله، في الدرس الجاي ان شاء الله غادي نكملوا على هادشي، وراه غادي يطلع هادشي زوين بزاف. تابعونا، ما تنساوش سبسكرايب، ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الدروس ان شاء الله بالترتيب. وراه هادشي ساهل، راه ما صعيبش نهائيا، غير خصو الممارسه. هادشي اللي كاين الاخوان، تهلاو في راسكم والى اللقاء.